الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور، الغرور الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وسيد الأتقياء، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتعبكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. أما بعد، ما زلنا في أيام العيد. هذه الأيام التي يكرم الله عز وجل بها عباده، ويكرم فيها عباده، فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. شعار هذه الأيام الأبرز التكبير، من ليلة أول يوم في ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، ليلا ونهارا في جميع الأحوال، الشعار الأبرز التكبير، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. التكبير مع تكراره، والله عز وجل لا يشرع شيئا إلا لحكمة علمت أو جهلت. والتكبير عندما يكرره المسلم لا بد أنه يترك في قلبه أثرا عظيما في تعظيم الله عز وجل. عندما تؤزك شهوة من الشهوات إلى معصية الله عز وجل، فتتذكر أن الله أكبر، فيحجبك ذلك عن الوقوع في المعصية التي تعصف بإيمانك. عندما تضيق عليك الأمور، نسأل الله أن يفرج كرباتنا أجمعين، فتستحضر أن فرج الله
أكبر من كربك. هل أنت تستحضر هذا المعنى عندما تردد الله أكبر، عندما تسمع الله أكبر؟ التكبير ليس شعار هذه الأيام الأبرز وفقط، بل هو بعد لا إله إلا الله شعار الإسلام الأبرز. الأذان تسمعه كل يوم 5 مرات، يكرر فيه المؤذن الله أكبر 6 مرات. في الصلاة تدخل بقولك الله أكبر وتكبيرات الانتقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر في أثناء الصلاة. عليك أن تستحضر أن الله أكبر في حياتك كلها. نحن في أيام عيد، لا أريد أن أحبس من حضر عن أحوال العيد، ولذلك سأختصر في بعض القصص، والقصص جند من جنود الله، تبين لك أثر هذا الأمر العظيم، أثر الله أكبر في الكون وفي حياة الناس. الله أكبر في عطائه، الله أكبر في رحمته، الله أكبر في عزته، الله أكبر في جبروته، الله أكبر في وده، في لطفه، في علمه، الله أكبر في انتقامه، الله أكبر في تفريج الكربات وفي قضاء الحاجات، الله أكبر في بسط الرحمات وفي إعطاء الأرزاق، الله أكبر في المنع وفي العطاء، الله أكبر في القبض والبسط، الله أكبر في الخفض والرفع، الله أكبر في كل شيء. القصة الأولى، وكلها قصص من واقع الناس لتدرك كيف أن الله أكبر في كل شيء. ينقل الشوكاني رحمه الله في بعض كتبه، وهو عالم من علماء اليمن، ينقل قصة حدثت في بلده في اليمن. مسجد على طريق سفر في قرية من القرى، هذه القرية في الصحراء، وهذا المسجد المسافرون ينزلون فيه للصلاة والراحة. هذا الرجل جار المسجد كل يوم قبل المغرب يأخذ سراجه وعشاءه ويذهب إلى المسجد، يصلي المغرب ويجلس يذكر الله عز وجل حتى صلاة العشاء، فيصلي العشاء ثم يتناول العشاء مع من حضر في المسجد من المسافرين وأهل القرية، ثم يرجع إلى بيته. ظل على ذلك زمنا طويلا يصنع هذه الصنيعة اليسيرة من المعروف. وذات مرة أراد أن يزيد في حفر البئر الذي يشرب منه الناس ويتوضؤون، بئر في جوار المسجد، أراد أن يزيد فيه، فاتفق مع أبنائه وبدأ العمل. البئر قديمة عميقة من الآبار العتيقة، نزل في قاع البئر يحفر، والأولاد يرفعون التراب عن طريق حبال ممدودة، ساعات، وفجأة انطم البئر عليه. لو كانت معهم آلات حديثة لعجزوا عن إخراج أبيهم، فما بالك في هذا الزمن لا يمكن أن يخرج. اعتبروا البئر قبرا له، صلوا عليه الجنازة، جعلوا على البئر سلاما يشير إلى أنه قبر، واستقبلوا العزاء، وانتهى من الوجود هذا الرجل الذي كان يصنع هذه الصنيعة. في الجهة الأخرى من المسجد حفروا بئرا جديدا، استمروا نحو سنة وماء البئر ضعيف، كل سنة يحفرون بئرا والمياه ضعيفة. بعد 6 سنوات قرر أهل القرية
أن يعيدوا حفر البئر القديمة لأنها كانت أغزر ماء، وبدأوا الحفر، وكانت فرصة للأولاد أن يأخذوا ما بقي من عظام أبيهم فتدفن هذه العظام في مقابر القرية. وعندما وصلوا إلى نهاية البئر وجدوا خشبة كسقف، فرصة تبقى الجثة كاملة بسبب وجود هذه الخشبة، فرفعوا الخشبة فلم يجدوا الجثة، وإنما وجدوا أباهم حيا يرزق. أبونا، نعم أبوكم، أبوكم، ما الذي يعجبكم؟ ألم تقرأوا في سورة البقرة قصة الرجل الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه وحبارة؟ 100 عام. ألم تقرأوا في سورة الكهف قصة هؤلاء الفتية 3 قرون تزيد 9 سنوات لا طعام ولا شراب، من الذي حفظ عليهم حياتهم هذه المدة؟ فما الذي يعجبكم؟ نعم أبوكم. ما قصتك؟ ماذا حدث؟ قال في اليوم الأول بعد ساعات جاءني السراج والطعام فعرفت أنه المغرب فصليت، ثم فترة وذهب السراج وبقي الطعام فعرفت أنها العشاء فصليت وتناولت طعامي، ثم قدرت الفجر والظهر والعصر، ثم في اليوم التالي جاءني السراج والطعام، وهكذا 6 سنوات. وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. إذا كنت تعطي فعطاء الله أكبر من عطائك، هذا أثر من آثار الله أكبر في الكون، لتعلم أن أثر الله أكبر ليس محصورا على الأنبياء ومن اقترب منهم في المنزلة، وإنما أثر الله أكبر في كل زاوية من زوايا الكون وفي كل لحظة من لحظات حياتك، لكن قليل من يعتبرون. عندما تعامل ربك استحضر أن الله أكبر. إذا كنت تعطي فعطاء الله أكبر من عطائك. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. القصة الثانية، تدبير الله لك أعظم من تدبيرك لنفسك. أيضا لا أريد أن أطيل، سقطت إحدى الدول، وعندما تسقط الدولة أمراؤها يكونون مستهدفين من الدولة الناشئة ومن كثير من عوام الناس. أمير البصرة في تلك الدولة التي سقطت، بعدما سقطت الدولة تخفى ولبس لباس العامة وذهب إلى أغوار البصرة، الأغوار الجبال المحيطة بها، وكان في البصرة شاب يبحث عن هذا الأمير، لأن هذا الأمير قتل أباه
ظلما وأريد أن يثار لأبيه. في اليوم الأول من سقوط هذه الدولة علم أن الأمير هرب إلى الأغوار. كل يوم بعد صلاة الفجر يلبس سلاحه ويركب فرسه ويذهب إلى الأغوار يبحث عنه. لماذا يبحث عن الأمير؟ دبر ورتب أنه إذا رأى الأمير سيقتله. لماذا يهرب الأمير؟ يخشى إذا لقيه هذا الشاب أن يقتله. شهور ولم يستطع الوصول الأمير. هذا الأمير في هذه الشهور تغيرت ملامحه، ذهبت أثار النعمة، ولبسه لباس الخوف والجوع، فتغيرت هيئته. مل من الجلوس في الأغوار، قرر النزول إلى البصرة ليختبئ في عمرانها. يمشي في الأزقة وإذا رجل على باب داره رآه في حالة تعسة، فقال: أليس لك في القران؟ تفضل، مش عاوز ضيافة؟ قال: بلى، أريد ضيافة. فأدخله ثلاثة أيام يكرمه أحسن إكرام. وفي اليوم الرابع هذا الأمير المتخفي سأل صاحب الدار، قال له: رأيت منك عجبا، كل يوم بعد صلاة الفجر تلبس سلاحك وتركب فرسك وتذهب، ثم تأتي في آخر اليوم، ما قصتك؟ قال له: أتعرف أمير البصرة فلان؟ فقال أمير: نعم أعرفه. قال: إنه قتل أبي، وإني أخرج كل يوم أبحث عنه، لئن رأيته لأقتلنه. هو يكلم من؟ يكلم من؟ أمير البصرة، لكن لا يعرفه. هذا الشاب دبر إن رآه سيقتله، وأمير البصرة يهرب منه. من الذي جمعهما؟ على غير تدبير منهما. فأطرق أمير البصرة رأسه ثم قال للشاب: أبشر، لقد ساق الله إليك قاتل أبيك، أنا أمير البصرة. فوضع الشاب رأسه ثم رفعها وقال: لا يتحدث الناس أني قتلت ضيفي، عفوت عنك لوجه الله. يخطط شهورا إن رآه سيقتله، والله كأن الله يقول له: سنمكنك منه ولن تقتله. ليس الأمر إليك حتى في تدبير نفسك، تدبير نفسك الأمر إلى الله ليس إليك. لا تظن أنك عندما تحكم خطة أنها ستكون كما أردت، لن تكون إلا كما أراد الله. وهذا الأمير يهرب شهورا. تصور لو أنهم خططوا على حالة أخرى وصورة أخرى. انظر إلى تدبير الله للأمير، كأن الله يقول له: سيتمكن منك ولن يقتلك. تدبير الله أكبر من تدبيرك لنفسك. أريدك أن تتأمل حالاتك، وأن تتأمل فيما حولك وفي من حولك، تتأمل باحثا عن آثار هذا المعنى العظيم، آثار الله أكبر في الكون وفي الأنفس. نسأل الله أن يملأ هذا المعنى قلوبنا حتى نعامل ربنا على هذا المعنى الذي يرضيه. ونسأل الله عز وجل أن يجعل رضاه عنا أكبر من كل شيء. والقرآن يقول: ورضوان من الله أكبر. فأكبر نعمة أن يرضى عنك ربك. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويرحم أمواتنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وييسر أمورنا. اللهم اجعل بلدنا أمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، وقوموا إلى صلاتكم.